كما استنكر الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الاعتداء على مبنى سفاره البحرين ببغداد، ووصف الزياني الاعتداء بانه عمل مشين يتعارض مع علاقات الاخوه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويتنافى مع اتفاقيه فيينا للعلاقات الدبلوماسيه لعام 1961. ودعا الحكومه العراقيه الى تحمل مسؤوليتها السياسيه والقانونيه وفقا للمعاهدات الدوليه لتوفير الحمايه التامه لسفاره وقنصليه البحرين وجميع العاملين فيهما ومحاسبه المسؤولين عن هذا الاعتداء المرفوض عرفا وقانونا